لفتة اتعودنا عليها من القائد الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لازم يدي لكل حد حقه، وإنه فاكر كويس كل حد قدم حاجة لمصر. عشان كده اللي بنحتفل بيهم النهاردة هم أكتر ناس وقفوا وقدموا للوطن. عشان كده جت اللحظة اللي بنستناها من السنة للسنة، لحظة تكريم اللي ضحوا عشان إحنا نعيش، لحظة تكريم اللي أسمائهم اتحفرت بأحرف من نور في التاريخ عشان يعلو شعار تحيا مصر. فليتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المسرح لتكريم بعض أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية. نبدأ التكريم بأبناء شهدائنا من رجال القوات المسلحة. اسم الشهيد عميد أركان حرب خالد أحمد علاء الدين علي. حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفوش، ما تحسش أبدا بوجوده مع إنه قريب، وفي حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوه قلوبنا. بتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب، في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، واللي انت أكيد سايبه ما بيننا ده الدنيا سيان. فرحت كتير وأوجه درنا ومعك هنكمل مشوار، أصلي ما فيش في الدنيا دي أغلى من روح إنسان. وعشان أجيال أركان حرب محمد محمود محمد عبد المتجلي. في حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفوش، ما تحسش أبدا بوجوده مع إنه قريب، وفي حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوه قلوبنا. بتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب، في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، واللي انت أكيد سايبه ما بيننا ده الدنيا سيان. فرحت كتير وأوجه درنا ومعك هنكمل مشوار، أصلي ما فيش في الدنيا دي أغلى من روح إنسان. وعشان أجيال يفضلوا عارفين، وعشانك حتى مننا وعشان
باسم الشهيد رقيب أول إسلام أحمد زاهي أحمد. الشهيد جندي محمد عاطف اسماعيل بسيوني شعلة. والآن مع تكريم أبناء شهدائنا من رجال وزارة الداخلية، اسم الشهيد عقيد أحمد جابر أحمد نصار. مقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبدو. Bye.
باسم الشهيد مساعد أول محمد علي صابر علي. الشهيد جندي عبد الرحمن محمد عبد الحكم محمد. الشهيد مش بس اللي بيضحي بنفسه في حرب أو على الجبهة أو مواجهة الإرهاب، الشهيد كمان هو اللي بيضحي بنفسه فداءً لوطنه وأهله، وده اللي شفناه خلال مواجهة كورونا في الفترة اللي فاتت. والآن مع تكريم شهداء الأطقم الطبية. اسم الشهيدة فني تمريض فوزية فوزي أحمد إسماعيل. أصل ما فيش في الدنيا دي أغلى من